الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ريما الفاضلة، رئيس غرفة التجارة الدولية سوريا الدكتور عبد الرحمن العطار، الرئيس المحلي للغرفة الفتية الدولية دمشق السيد أكرم زيدان، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة السيناتورز، السادة أعضاء الغرفة الفتية الدولية، السيدات والسادة الحضور، أهلا وسهلا بكم. حابب اشكركم جميعا على وجودكم معنا، حابب اتمنى لكم اعياد سعيده جميعا. بصراحه الوقفه اليوم هي ما لها وقفه سهله بعد سنه كامله. اللي بيعرف جي سي اي بيعرف انه جي سي اي هي سنه واحده من القياده. اليوم بنهايه هي السنه عم تتغير الاسماء كلياتها، فانا بيعز علي اليوم اكون عم بحكي قدامكم. الشباب السوري المتميز يلي اثبت خلال هي المشاهده، يعني هذا من مشاهده حقيقيه لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل بتعاونها مع جي سي اي. باسم تاسيس الجي سي اي في سوريا عام سنة 2004 إلى يومنا هذا استطاعت الجي سي اي أن تثبت وجودها في من خلال دورها الفاعل وتأثيرها الإيجابي في المجتمع السوري. رئيس محلي منتخب وسيم سعد على عام 2014 ليتسلم الرئاسة مني. بدي اشكر رفقة الاعضاء اللي منحوني اياها هاي السنة لكون مستلم 2018. لا اقدر انا وياهم هون ننجح سنة 2018 مثل ما كانت 2017.